السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة آخر الخلاصة، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة برشلونة القادمة أمام فياريال في الجولة 32 من الدوري الإسباني اليوم الأحد 25/4/2021. متابعينا الكرام، المباراة بإذن الله تعالى يكون ميعادها اليوم الأحد 25/4/2021 الساعة 4:15 دقيقة أو 4:15 مساء بتوقيت مصر، توقيت الفيديو مصر وليبيا والسودان. المباراة ميعادها الساعة 5:15 دقيقة أو 5:15 مساء توقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان. المباراة ميعادها الساعة 6:15 دقيقة أو 6:15 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 3:15 أو 3:15 دقيقة مساء أو عصرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. والمباراة ميعادها الساعة 2:15 دقيقة أو 2:15 عصرا أو مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. متابعينا الكرام، المباراة في الجولة 32 زي ما قلنا، ملعب المباراة ملعب السيراميك الخاص بنادي فياريال. القنوات الناقلة للمباراة قناة بي ان سبورتس اتش دي، وانا ومعلق المباراة حسن العيدروس، ولكن القنوات الأجنبية الأخرى الناقلة للمباراة أهمهم سي بي سي سبورت اتش دي، لا ليجا تي في بار، موفي ستار، لا ليجا اتش دي، لا ليجا تي في اتش دي يو كي، سي مور سبورت 1 اتش دي فن، وسوبر سبورت لا ليجا اتش دي. كان معكم محمد نور الدين، اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك الفيديو، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.